حثتنا شريعتنا الإسلامية الغراء على الإيجابية في كل شيء، وعلى التحلي بالشعور والتفكير الإيجابي والبعد عن السلوكيات السيئة المؤدية للعادات السلبية. ولقد ذكرت الدراسات العلمية أنه يوجد أكثر من 100 عادة سلبية ممكن أن تعيق الإنسان عن التقدم في المجالات الدينية أو الاجتماعية أو الأسرية أو المالية أو العقلية أو الصحية النفسية والمهنية. فالعادات السلبية قد تؤدي بالفرد والمجتمع إلى أمراض اجتماعية ونفسية، في مقدمتها الإحباط والانهزامية وعدم انسجام وتجانس أفراد هذا المجتمع، إلا أنها تمثل تحديات ومجالات التفوق ومضمار تنافس في الخير والعطاء والتطوير المستمر. في هذا البرنامج صعود بلا قيود نشخص العديد من هذه العادات السلبية ونضع لها حلول عملية لتغييرها بشكل بسيط قابل للتطبيق. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صعود بلا قيود. وإحنا في الحلقة السابقة تناولنا موضوع جدا مهم ويعتري يمكن أغلب الناس وأنا منهم، يعني موضوع العصبية. أحيانا وأحيانا تكون عصبية، طبعا قلنا العصبية، تعريف العصبية هو فقدان السيطرة على الجوارح وعلى الأفكار وعلى الألفاظ، ويصير عنها نتائج غير ملائمة. تعصب لدرجة أنك تصارخ أو تستخدم لا سمح الله الأيدي، أو قد يعني بعض الناس يخلط على بعض الناس فدش في مشاكل قانونية ويصير فيها عنف أو فيها طلاق أو فيها مشاكل كبيرة. والموضوع قد يكون جدا جدا بسيط. لما أقول بسيط لا يعني الواحد ما يزعل، يمكن في صدق في واحد غلط معاملتي مثلا، أو ضيع ورقة مهمة من ملف اللي أنا قاعد أراجع فيه صار لي شهرين ثلاثة، فأكيد بعصب، يمكن حتى ارتفع صوتي شوية. الارتفاع المنطقي أعزائي المشاهدين، لا نتكلم إذا مو منطقية مقبولة عند الناس. من حق الإنسان يزعل إذا صار فقد لي شيء ولا كذا، ولا جاء ولدي راسب في أكثر من مادة وأنا يعني مهتم فيه وقاعد أباريه، وبعدين طلع ولد ما قاعد يذاكر وشيء كذي، أكيد بعصب. بس ما أفقد العصبية. بعض الناس ممكن يضرب ولده، بعض الناس ممكن يحرمه يدخله بالدار ما يطلعه ويغلط عليه زين، وبعدين خلاص ولدك ما راح يختفي، ولدك ما قاعد في البيت وباكر راح يروح مدرسة، فأي نفسية راح يكون الولد الآن بعد اللي حصل هذا؟ نعم هو أخطأ ودراسيا فشل في كم مادة، والآن دورك أنت كأب هو التربية وأنك تتعامل مع الموضوع بحنكة وبمنطقية عشان ينتهي هذا الأمر. الآن تأثيراتها طبعا على العلاقات الشخصية بلا شك. يعني على فكرة ترى في ناس يقول لك يا أخي أنا دمي حار، هذا طبعا كلام ما هو دقيق علميا لدرجة كبيرة. أن الإنسان يقول لك يا أخي أنا دمي حار، أو أنا عصبي يا أخي، فلان ترى لسانه متبري منه، ترى هو قلبه أبيض بس إنه يا أخي إذا عصب، لا هذا كلام مو منطقي. ليش؟ لو تشوف هذا الشخص عند شخص مسؤول كبير، عند وكيل وزارة، هو شغل في وزارة معينة، مع الناس يعصب صح؟ لأنه عصبي والإنسان متبري منه وقلبه أبيض على قولتنا، وإنسان دمه حار صح؟ خلي يدش على الوزير، الوزير يقول له شيء ما عجبه، بتلقاه بيعصب نفس العصبية؟ لا. إيش معنى هذا؟ معنى أنه هو متحكم بعصبيته.
بس هو يختار انه ينفس على الاضعف والاقل ويقول حق الناس يا جماعه ترى انا والله طبيعتي عصبي، احد يكلمني انا حمقي انا عصبي، ما يشوف كلام المنطقي هذاك. انا شخصيا ارى ان مصطلح اني انا دمي حار او طبعا في ناس عندهم النزعه هذه اكثر من غيرهم، لكن هو تعود عليها مش لانها هي يعني كجلده لاصقه فيه، لا هو تعود على هذا السلوك ولقى تشجيع شوي من الناس والناس قاموا يستجيبون له، لما يصارخ يستجيبون للناس فيظن انه، بعدين يجي عند قناه واحد يقول له فلان انت والله دمك حار، فتطق براسه انه فعلا دمه حار، فيمشي يقول حق الناس ترى يا جماعه انا عصبي لحد يكلمني والله ترى دمي حار. شو دمي حار؟ هي قضيه ان هذا الشخص دمه حار حطه مع مسؤول، حطه مع وزير، حطه مع شخص كبير مهم جدا وهذا الشخص محتاجه يبي منه خدمه، وجاي عندي هالشخص العصبي اللي دمه حار يبي مني خدمه وانا شخص مسؤول في وزاره معينه، بتهجب انه بيعصب حتى لو اقول له كلام بينفجر علي، لا بيتقبل مني وبيضحك وبيسولف وتشوفه انسان ودود. فهذه العصبيه هي اختيار وليس وقرار وليس امر يعني جبلي في الانسان، لا هو امر كسبي. عشان كذا احنا نقول دائما انتبهوا لعلاقاتنا الشخصيه، ومع الانسان العصبي الناس توخر عنه تنفر منه، نعم يمكن مره تعصب علي المره الجايه انا ما اتعامل وياك، وصارت معنا وصارت معاكم اعزائي المشاهدين، احتكينا مع ناس وعصبوا في شيء ما يستحق العصبية، أو صارخوا في شيء ما يستحق الصراخ، أو غلطوا حتى علينا وعلى غيرنا بطريقة وإحنا سامحناهم أو لظروف القرابة أو العائلة، بعدين إحنا خلاص ما نتعامل وياه، أسلم عليه سلام بس كذي، بس ما أفتح معه موضوع ولا أسولف وياه لأني خلاص عرفت الشخص هذا. فتؤثر حتى علاقتنا الشخصية، حتى في الدوامات تؤثر، بل حتى تؤثر عليك قانونيا. بعض الأشخاص يعصب بدرجة كبيرة إنه ممكن كما قلنا يتلفظ بألفاظ يجرمها القانون أو يقوم بأعمال يحاسب عليها القانون، فبالتالي ينتهي فيه المطاف في محكمة وفي قضية كبيرة وتعال تنازل وما تنازل وإشكالية كبيرة تصير. يعني إذا ما أدى أمر إلى سمح الله بعد إلى 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 عاهة مستديمة أو شيء أفضل إلى الوفاة، شيء خوف صارت يعني ناس عصبوا وروح اسألوا المخافر واسألوا المحاكم واسألوا الناس، راح تشوف انه اغلبها جايه من العصبيه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ما زلنا في موضوع العصبيه للحلقه الثانيه على التوالي لاهميه موضوع ان الانسان يعصب. الان اشكاليه حتى اولادنا صغار قام يعصبون، تشوف طفل صغير يعصب وصارخ في الابتدائيه والثانويه وتعود الصوت العالي، واحنا احيانا بطريقه خاطئه نشجعه انه والله ما شاء الله صار رجال والله صار يعني ياخذ حقه بيده، فيتعلم على قضيه العصبيه وقضيه انتداء الاخرين واخذهم والصراخ، فاحنا نشجعه بطريقه غير مباشره لانه ولدنا صغير وما شاء الله عليه وشخصيته قويه نقول، فيتعود على هذا، ينمو على هذا الامر ويتعامل مع الناس بهالطريقه هذه. تشوف حتى يمسك السياره كله معصب ما بي احد يتجاوزه، واذا تجاوزته يعصب عليك، فيعيش في هذا الجو اللي هو مرهق لصحته النفسيه، مرهق لافكاره، مرهق لحياته، وصل حتى في عنده امراض نفسيه وامراض شخصيه، وصل عنده توتر وقلق وارتفاع ضغط الدم ومشاكل كثيره هو في غنى عنها بسبب هذه العصبيه. في ناس حتى يخبرني احد الاصدقاء ان جتهم سبحان الله جلطه بس من باب انه هو طيب وحبيب، بس انه يعصب يصارخ يعني اي شيء يخليه كانه نهايه العالم، مع انه هو يعني امر عادي خطا بسيط، لكن ما يستاهل الصراخ والغضب اللي انت. واحنا كلنا وقعنا في هذا الامر كما قلت لكم، احنا كبشر وقعنا، كلنا عصبنا بيوم من الايام وكلنا صارخنا في يوم من الايام، بس الحمد لله هذه مو صفه فينا ثابته، هل احنا الحمد لله ما صار لنا شيء، بس انه وقتها لما عصبنا على اهلنا على زوجتي على اخواني على اخواتي على عيالي او على طلبتي في الجامعه وعلى زميل في العمل، لما رجعت بعد شوي ساعه هديت حسيت ان الموضوع ما يستاهل يعني، واني اخطات في. وإذا إنسان أنا إنسان راقي راح أتصل عليه وأتأسف منه لأني عصبت في موضوع ما يستحق العصب فيه. نعم يستحق العتب، يستحق اللوم، لكن ما يستحق أن أنا أصارخ بالطريقة هذه. نصل إلى النقطة اللي هي قضية التغلب على العصبية. كيف أنا أتغلب على موضوع العصبية؟ اللي هو نتعلم تقنيات تحكم في الغضب. وأرجوكم أعزائي المشاهدين، إحنا أي موضوع نقوله وعجبتك الفكرة أرجوك اكتبها في نوتة أو ملاحظات التليفون، وروح دور عنها في الإنترنت، كتب موجودة، مقالات موجودة، مقاطع يوتيوب بالهبل وبالساعات موجودة عربي وإنجليزي بكل اللغات تتكلم عن موضوع كيف يتحكم الإنسان في الغضب. ارجعوا لها، إحنا حلقاتنا فقط تفتح لنا أبواب وتضيء لنا لمبات، وأنت عليك إنك تروح تستكشف باقي القصر. فتروح إلى اليوتيوب تكتب يعني طرق أو تقنيات التحكم في الغضب، راح يطلع لك موضوعات حلوة. شوف الفيديو اللي عجبك والشخص اللي يتكلم هذا عجبك، اسمع الفيديو واكتب وراه ايش قاعد يقول من تقنيات في التحكم في الغضب اللي احنا ذكرناها حتى في ديننا كما قلنا. إذا كنت واقف اجلس، تقول لا ماني قاعد أرجوك اجلس، الجلوس يخفف شوية. يقول حديث إذا جالس وما نفع انسدح، عشان شنو؟ تستلقي عشان أيضا يخف. ما نفع روح توضى،
غير المكان. الفكرة من الحديث هذا هو أو أحد فوائده تغيير الهيئة اللي أنت عليها. يعني أنت قاعد واقف الصارخ لازم تغير الهيئة هذه بالجلوس بالاستلقاء بالتحرك إلى مكان آخر، نطلع برا المكتب، المهم نغير المكان، ما أنت موجودين في نفس المكان. هاي من التقنيات وكثير التقنيات. عندنا أيضا قضية الانفعالات نتحكم فيها، التنفس العميق وغيره والتأمل، التعبير عن الانفعالات. إحنا مرة ثانية ممكن نعصب، والعصبية أو الغضب يعني شعور موجود عند الإنسان، لكن الغضب في الشيء اللي يستحق الغضب، والعتب في الشيء اللي هو أقل من الغضب. إن أنا أعتب على ولدي لأنه يبا أنا ما قصرت معاك وأنت ولد شاطر، شلون تسقط في المادة هذه سهلة، ما قلت لي أنت كان ساعدتك أنا يبا، يعني درست معاك ودرستك وتعلمتك وأنا كذا. العتب هذا ممكن يخلي الولد شوية شيمة شوية، فيتأثر أكثر من لو جيت صرخت عليه يمكن وطقيته عفوا ودخلت بالدور سكتت أطلع أشوفك عيني، وهذا ممكن ما ينفع هذا الأمر. فبالتالي إحنا نحاول نعبر عن انفعالاتنا الغاضبة بطريقة شوية أرقى، وهيأتي مع التدرب يا جماعة، خاصة اللي يقول دمي حار وعصبي لازم ينتبه هذا الأمر، يعني إنه هو عصبي على قولته وندمه حار، يتعلم مثل هالتكنيات إنه هو كيف ينفس عن غضب، التنفس العميق، التأمل، الهدوء، الخروج من المكان اللي هو فيه، هاي كلها تساعد على الغضب. لأن حتى الآن في 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 العالم كله في المرور عندهم شيء يسمونه غضب الشوارع، الرود ريج، هذا اللي هو الناس تعصب وهذا، وفي مقاطع فيديو بالعالم سووا منها برامج اصلا من امريكا، وهذا برامج كامله ان شلون الناس تعصب في الشارع، اعتداء على الشرطي او مشاكل لانه عصب في الشارع. فالعصبيه في كل الحياه علينا ننتبه لها اعزائي المشاهدين ونتحكم في انفعالاتنا. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، مع السلامه.